وسهلا بيكم في برنامجنا زي السكر. انا نرمين هنو، والنهارده بمناسبه شهر رمضان بنقدم لكم حلويات بالفول. يا رب يعود عليكم بالخير واليوم والبركات. اول وصفه هتكون حلوى الفول المقليه، وتاني وصفه ان شاء الله هتكون كيك الفول بالشوكولاته. ودلوقتي نطلع فاصل وبعد كده نعمل حلويات دي مع بعض. وسهلا بيكم. نعمل اول وصفه في حلقه النهارده اللي هي حلوى الفول المقليه. ومقادير الحلوى هيكون 1.25 كوب دقيق الفول، 1 كوب دقيق، نص كوب سمنه، 1 معلقه كبيره خميره، نص كوب ميه، 1 معلقه كبيره ميه زهر، 2 معلقه كبيره سكر، وزيت للقلي. بالنسبه للشربات هيكون 250 جرام سكر، 200 جرام ميه، و1 معلقه كبيره ميه زهر. هنحط الشربات على النار علشان يكون جاهز لحد ما نحضر العجينة بتاعت حلوى الفول. هنحط المية والسكر والمزهر وهنسيبهم يغلوا على النار، وبعد كده نوطي النار ونسيبهم شوية على النار لمدة 2 3 دقايق، وبعد كده هنطفي عليهم. دلوقتي نبتدي نحضر العجينة. هنحط الخميرة ومعها المية الدافية والسكر وهنقلبهم مع بعض. وهنسيبهم شوية لحد ما يبتدوا يخمروا، ونحط معهم كمان المزهر. وفي الوقت نفسه هنحط الدقيق العادي ودقيق الفول ومعاهم السمنة السايحة، وتكون دافية شوية ما تكونش باردة يعني، ونخلطهم مع بعض. ودلوقتي الخميرة ابتدت تطلع فقاعات ثاني أكسيد الكربون، فنقلبها كويس ونضيفها لعجين الفول والدقيق والسمنة ونخلطهم مع بعض. كده العجينة جاهزة، وهنطلعها من العجانة ونبتدي نقليها في الزيت. وعندنا هنا شربات جاهز، لما هنطلعها من الزيت هنحطها في الشربات وبعد كده نقدمها مع بعض. نشوف لو الزيت جاهز، متهيألي كويس.
وبكده نكون قلينا كل حلوى الفول ونبتدي نرصها في طبق التقديم. ممكن نحط عليها شوية عسل زيادة. وبكده نكون خلصنا أول وصفة في حلقة النهاردة اللي هي حلوى الفول المقلية، ويا رب تكون عجبتكم. ودلوقتي نطلع فاصل وبعد كده نكمل حلقة النهاردة مع بعض. اهلا وسهلا بكم. نعمل تاني وصفه في حلقه النهارده اللي هي كيك الفول بالشوكولاته. ومقادير الكيك هيكون 150 جرام سكر بودره، 150 جرام زبده، 1 معلقه كبيره قهوه، 400 جرام فول متصفي من الميه بتاعته، 3 صفار بيض، 200 جرام شوكولاته مذابه، 3 بياض بيض، و1 معلقه صغيره ملح. وبالنسبة للكريمة اللي هنحطها مع الفول هيكون 3 معلقة كبيرة سكر بني، 3 معلقة كبيرة قهوة، 400 مليلتر كريمة، وكاكاو للتزيين. هنحط الفول المدمس مصفينه من المية بتاعته، هنحطه في البروسيسر، هنحط معاه السكر البودرة وصفار البيض، القهوة المذابة أو سريعة الذوبان، حطيناها في شوية مية دوبناها. حطي ده بس في الميكرويف حاجة بسيطة، عايزة هذا بقى أكتر من كده. وهنبتدي نضربهم كلهم مع بعض. في العجينة هنضرب بياض البيض مع شوية ملح علشان يثبت بياض البيض. دلوقتي احط الزبدة كمان مع الفول وهنبتدي نضربهم كلهم مع بعض. لما يبتدوا يختلطوا بالشكل ده تقريبا نص اختلاط، هنزود الشوكولاتة ونخلط الشوكولاتة مع الفول واسيبهم يختلطوا ببعض كويس علشان الفول يبقى ناعم خالص. وفي نفس الوقت وهما بيتضربوا مع بعض هبتدي اضرب بياض البيض مع الملح علشان عايزاه يبقى زي المرانج هش. بعد كده هخلطه مع خليط الفول. كده المرنج جاهز وخليط الفول جاهز، هنحطهم الاثنين مع بعض. زي ما احنا شايفين خليط الفول بقى ناعم. وطعمه هيبقى زي بالظبط طعم الشوكولاتة، مش هنحس خالص ان هو فول.
ودلوقتي هناخد المرنج اللي ضربناه، نشيل ده هنا وهنضيفه لخليط الفول شويه شويه، لان زي ما احنا شايفين احنا ما اضفناش اي حاجه تخلي الفول او الكيك الفول والشوكولاته ترتفع غير المرنج ده، ما حطيناش بيكنج باودر او بيكنج سودا. فهو مش هيرتفع كتير قوي ولكنه هيكون هش في الاكل. وان شاء الله طعمه يعجبكم. وطبعا مليان فايبر لان احنا ضربنا الفول كمان بالقشر بتاعه ما تصفاش. اوكي كده خلاص خلطنا بياض البيض مع خليط كيك الفول والشوكولاتة. هنحطهم في قالب كيك ونفرده. وهندخله فرن على درجة حرارة 160 وهيقعد في الفرن لمدة حوالي 30 دقيقة. ودلوقتي فاضل نعمل الكريمة اللي هنحطها فوق. الكيك هنزوق بيها الكيك. هنحط معاها سكر بني ونبتدي نضربهم مع بعض. ولما تقرب تبقى كريم نحط معاها شوية القهوة. دلوقتي نجيب البايبنج باج ونحط فيها الكريمة اللي حضرناها. وده بيكون شكل كيك الفول بعد ما بتطلع من الفرن. ودلوقتي نبتدي نزوقها مع بعض.
وبكده نكون خلصنا تاني وصفة في حلقة النهاردة اللي هي كيك الفول والشوكولاتة، ويا رب تكون عجبتكم، وبكده أشوفكم في الحلقة الجاية على خير الله إن شاء الله.